السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، سوف نقف اليوم إن شاء الباري سبحانه مع الفقرة السابعة والأخيرة من الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
ومن يسر عن معسر يسر الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن نقف مع قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وسيكون الحديث إخواني في محاور ثلاث: المحور الأول إنسانية الإسلام وعدالته، المحور الأول إنسانية الإسلام وعدالته، المحور الثاني التحذير من الاعتماد على الأنساب، التحذير من الاعتماد على الأنساب، المحور الثالث والأخير طريق السعادة والنصر والنجاح، طريق السعادة والنصر والنجاح. قال أهل العلم إخواني: لقد قرر الإسلام وحدة الإنسانية، ورسخ كذلك إخواني وأخواتي المساواة بين أفراد البشرية من حيث المولد، من حيث أصل الخلقة، وكذلك لم يفرق الإسلام لا بين ذكر وأنثى، فأصلهم واحد، ولم يفرق الإسلام لا بين شريف ولا وضيع، ولا بين عربي ولا أعجمي، لأن أصلهم واحد. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، أيشمل هذا الكافر والمسلم؟ نعم. يشمل هذا الذكر والأنثى؟ نعم. يشمل هذا الشريف والوضيع؟ نعم. يشمل هذا الرئيس والمرؤوس؟ نعم. يشمل هذا الكبير والصغير؟ نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة. وكما قال أهل العلم: الفطرة المقصود بها هاهنا فطرة الإسلام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه، الوالدان، المربيان، الأب والأم، والذي يربي من غيرهم بهما يكون التغيير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه ماذا؟ يهودانه، يربونه على اليهودية والعياذ بالله، على الطقوس الوثنية
على أن يتعبد لغير الله عز وجل أو ينصرانه، أن يعتقد أن عيسى ليس نبيا رسولا وإنما ابنا لله عز وجل وإلها والعياذ بالله مع الله فيعبده من دون الله، أو يمجسانه أن يكون عبدا للنار والعياذ بالله يعبد النار والعياذ بالله. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبين ويوضح ويقرب هذا المعنى بمثال، قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة عندما تولد هل تولد هذه البهيمة وهي كاملة الأعضاء؟ نعم. هذا القطع وهذا التشويه لخلقتها بماذا يكون؟ بما يقوم به الناس. بعض الناس يقطع أذن الدابة، يقطع ذيلها، يقطع قرنها مثلا، هذا التغيير يكون من الناس وليس من الله عز وجل، لأن الله عز وجل خلقها كاملة الأعضاء. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء كاملة الأعضاء، هل تحسون فيها من جعدعاء بمعنى النقص، ترون فيها من نقص عند الولادة؟ ثم تلا قوله جل وعلا فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله، فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن الله عز وجل ساوى بين البشرية في هذا الأمر، وهذا هو عدل الإسلام، إخوة الإسلام والإيمان. وكما تلوت على مسامعكم قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها ماذا؟ زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن عدالة الإسلام إخوة الإسلام والإيمان أنه جعل التفاضل بين الناس بماذا؟ بالعمل الصالح وليس بالأنساب إخواني، جعل التفاضل بين الناس، الأفضلية بين الناس يكون بالعمل الصالح وليس بالنسب وليس بالعرق وليس باللون. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ماذا؟ لتعارفوا إن أكرمكم ماذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن هنا التفاضل إخواني وأخواتي، فإذن لا يتفاضل الإنسان بماذا؟ بأنه ريفي وبأنه جبلي وبأنه سوسي وبأنه عربي، لأن هذا النسب لا ينفعك أخ الإسلام. وهذا هو المحور الثاني، التحذير من الاعتماد على الأنساب دون العمل الصالح. الإنسان يقول رب إمام ولا أبي فقيه ولا أبي كالعادل ولا أبي كالعالم، وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك ماذا؟ كما قال الشاعر لعمرك إنما الإنسان بدينه، فلا تترك التقوى اعتمادا على النسب. لعمرك إنما الإنسان بماذا؟ بدينه، فلا تترك التقوى اعتمادا على النسب، فقد رفع الإسلام ماذا؟ سلمان فارس، وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. الأساس هو الدين إخوة الإسلام والإيمان. رفع الإسلام ماذا؟ سلمان الفارسي الذي جاء من فارس، ووضع ماذا؟ الشرك. بسبب الشرك من؟ الشقي أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا نفخ في الصور يوم القيامة ماذا؟ لا تنفعك الأنساب، تقول الأب ديالي كان تقي كان فاضل كان صالح، أمي أبي أخي عمي جدي، والله لا ينفعك هذا النسب.
ولذلك إخواني وأخواتي، يقول العلماء لو نظرنا إلى أشرف الخلق من هم؟ الأنبياء والرسل. الله عز وجل اصطفاهم واجتباهم واختارهم وجعلهم لتبليغ رسالته. مثلا إبراهيم عليه السلام، هل نفع أباه عندما أشرك أبوه والعياذ بالله؟ هل نفع إبراهيم عليه السلام أباه؟ كما قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له ماذا؟ أنه عدو لله تبرأ منه. سبحان الله، استغفر لأبيه، فلما علم بما أوحي إليه أنه عدو لله بشركه ماذا؟ تبرأ منه. وإن كان أبوه ومع ذلك يتبرأ منه لأنه مشرك والعياذ بالله ولا ينفعه بشيء. إذن النبي لا يستطيع أن يفعل شيء لأبيه وإن كان أباه. وكذلك إخواني، مثلا ابن نوح عليه السلام، هذا ابنه، يسأل نوح عليه السلام الله عز وجل: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. سبحان الله، يأتيه الجواب ويقول: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يسأل ابنه، يسأل الله عز وجل أن يكون معه ابنه مثلا في الجنة أو في السفينة، أو أن يغفر الله عز وجل له. لا، لما؟ لأنه لم يؤمن بالله عز وجل، لم يتبع نوحا عليه السلام، لم يركب معه في السفينة، لم ينفعه نوح لأنه جاء بالشرك والعياذ بالله. مثال آخر، امرأة نوح عليه السلام وامرأة لوط كانتا على الكفر، فهل نفع هؤلاء الأنبياء زوجاتهم امرأة نوح وامرأة لوط؟ كما قال الله عز وجل في حقهما: ضرب الله مثلا للذين كفروا ماذا؟ امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا ماذا؟ صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار ماذا؟ مع الداخلين. لم ينفعهما نوح ولا لوط عليهم السلام. وكذلك إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم هل نفع عميه أبا لهب وأبا طالب؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء فدعاهم إلى الإسلام لما أنزل الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. كما قال أهل العلم، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعاهم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جمعهم قال لهم: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها كما قال الرواة: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قريش: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم بماذا؟ بأن تؤمنوا، بأن تتركوا الشرك وعبادة الأوثان. اشتروا الأوثان، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم يقول سبحان الله: يا بني عبد مناف، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم يقول: يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا عبده. ثم يقول: يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي، ما أغني عنك من الله شيئا. حتى ابنته رضي الله عنها يقول لها: سليني ما شئت من ماذا؟ من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا.
ماذا يعني هذا إخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم لن ينفع ابنته ولا عمته ولا عمه، بل في عمه أنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. تبت يدا أبي لهب وتب، سورة نقرأها إخوة الإسلام والإيمان نزلت في عمه وتقرأ إلى يوم القيامة، أنه وعده الله عز وجل بالنار والعياذ بالله. إذن نسبك لا ينفعك أخ الإسلام. لماذا يتمسك الإنسان بالنسب؟ نسبي كذا ونسبك كذا، وهذه من أعمال الجاهلية والعياذ بالله. جاء الإسلام حتى يقطع دابر هذه الأمور من أساسها من جذورها. إخوة الإسلام والإيمان، قد يكون الهولندي أعظم منك أخ الإسلام وأخت الإسلام إذا أسلم وآمن وعمل الأعمال الصالحة، والله وبالله وتالله يكون أحسن وأفضل من آلاف من العرب، أليس كذلك؟ نعم، وهذا نراه بأم أعيننا. كم من الهولنديين الذين أسلموا وحسن إسلامهم وعملوا بالأعمال الصالحة، سبحان الله، يتمسك بدينه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمع آخر يقول أنا كذا وأنا كذا، ولا علاقة له بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد إلا بالاسم، أنا مسلم. ولا ترى الإسلام لا في مظهره، لا في هيئته، لا في تفكيره، لا في حركاته، لا في سكناته، لا في كلامه. ماذا ينفعك هذا النسب؟ المحور الثالث والأخير إخواني وأخواتي، قلنا طريق السعادة والنصر والنجاة ماذا؟ العمل الصالح. العمل الصالح، ولكل درجات ماذا؟ مما عملوا. تنال الدرجات العليا في الجنة بماذا؟ بسبب عملك. ولذلك قال الله عز وجل من عمل من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عمل صالح وإيمان صادق كما جاء في صحيح مسلم إخواني وأخواتي من حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال قل آمنت بالله ثم ماذا؟ ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. نحن إخواني نقف فقط عند قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ونقف. الإيمان في القلب، والكفر أين يكون؟ في الرجلين؟ في الحذاء؟ في المعطف؟ كفرك أين يكون؟ إذا كان الإيمان في القلب نعم، والكفر أين يكون إخواني؟ فين تكون الكفر؟ كذلك في القلب. والشرك أين يكون؟ كذلك في القلب. ألم نقف مع حديث أبي هريرة في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا بد من العمل. ولذلك ما من آية في كتاب الله تذكر الإيمان إلا ويردف الله عز وجل الإيمان بالعمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لم يقل الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله دخلوا الجنة، وإنما لا بد من الاستقامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أين أعمالك أخ الإسلام؟ هكذا يكون شرف الإنسان، وبهذا تكون عزة الإنسان. إخوة الإسلام والإيمان، الإسلام لن يسود، لن ينتصر، وأنت لن تسعد ولن تنجو إلا بإيمانك وعملك الصالح، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه أختم. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا،
واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. اشتهد الاستقامة واعلم أنك سوف يعني تقصر في بعض الأمور. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. رغم اجتهادك في العمل ينبغي أن تعلم يقينا أن نجاتك لا تكون فقط بالعمل، وإنما العمل سبب النجاة، وإنما النجاة تكون برحمة الله عز وجل لك. حتى أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أنت يا رسول الله؟ لما علموا ورأوه من اجتهاده صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.